هذه شيلة إهداء من بنت عمك تغريد مثله. الآن وحصريا استديوهات أهم ست أقبلت تاج الفخر بنت الأصايل جديدة سفات لابسة كب التخرج والمنال شيخة الغزلان نادرة الخصايل أشرقت يوم التخرج والمعالي أقبلت تاج الفخر بنت الأصايل لابسة كب التخرج والمنال شيخة الغزلان نادرة الخصايل أشرقت يوم التخرج والمعالي ناجحة متميزة بين الأوائل ألف مبروك التخرج يا الغزال يا رهف يا بنت راعينا الجمايل افرحي يوم الدلع وام الدلالي افخري واتفاخري والراس الطايل بالشهادة عالية والراس عالي من جامعة الجوف حققت المثايل قسم فني مختبر تقدير عالي ناجحة ومتخرجة بعزم ودلايل بعد مجهود وعنا طول الليالي بالشهادة العالية حشت المثايل واعتليت المجد في رؤوس الطوالي أمك اللي تفتخر فيك المثايل أم صقر اللي فرحها فق الخيال كم رفعتي راسها بين الأصايل واتباعها بك على كل الغوالي ابن أبوكي وارثه طيب الفضايل وادي المفلح وله طيب الفعالي جعل بالجنة وفي أعلى المنازل في الجنان ويرحمه رب الجلال وعمك اللي بفعلها أنه ما سطايل هاني المفلح وشي أقبلت تاج الفخر بنت الأصايل لابسة كب التخرج والمنال شيخة الغزلان نادرة الخصايل أشرقت يوم التخرج والمعالي ناجحة ومتميزة بين الأوائل ألف مبروك التخرج يا الغزال يا رهف يا بنت راعينا الجمايل افرحي يوم الدلع وام الدلال افخري واتفاخري والراس الطايل بالشهادة تفتخر فيك المثايل أم صقر اللي فرحها فق الخيال كم رفعتي راسها بين الأصايل واتباعها بك على كل الغوالي ابن أبوكي وارثه طيب الفضايل وادي المفلح وله طيب الفعالي جعل بالجنة وفي أعلى المنازل في الجنان ويرحمه رب الجلال وعمك اللي بفعلها أنه ما سطايل هاني المفلح وشي طلب مواليد ملكة تخرج مدح تراحي.